بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين دلوقتي شباب إن إحنا نربط المساقط دي ببعضيها ونتأكد إن الشغل بتاعنا ده كان مظبوط. فببساطة خالص هروح رايح عامل كده، هرسم خط بزاوية 45 هنا، و الخط ده نبدأ نرسمه كده اكس ال هوريزونتال خطوط أفقية عند كل نقطة من دول. أي نقطة، بصوا يا شباب، أي حاجة، أي خط هعدي عليه أرسم فيه إيه؟ نقطة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. طبعا حتى دولت هوريهولكوا دلوقتي هيحصل إيه. طيب هتلاحظوا إن كل الخطوط اللي أنا مشيت عليها دي خفت الخطوط الأفقية، وهنا نفس الكلام. نلاحظ إن أي خط أفقي كده نلاحظ إن هو بيخفي خط تاني قصاده، لو يعني الخطوط بتختفي قدام بعضها. واضحة الفكرة يا شباب؟ طيب هنلاحظ ان كده الإليفيشن كل الخطوط الأفقية اختفت فيه. لو روحنا كده رسمنا الخطوط الرأسية هنا، ده مع ده مع ده مع ده، دول كده يا شباب اللي بيحصل فيهم يختفوا مع بعض. واضحة الفكرة؟ اهي كده الدنيا خلاص اختفت، يعني ادي الدائرة فخلاص مفيش حاجة بقى. تمام. طيب لو انا جيت بقى وقفت عند 45 دولت، اي نقطة هقف عليها هنا فوق هتخفي خط من فوق. بصوا اي نقطة هقف عليها من هنا هتلاقيها خفت خط من فوق، لغاية اول ما اخلص هنلاقي ان كل الخطوط الرئيسية اللي فوق اختفت. كده معنى ان كل الشغل مظبوط تمام التمام، وان مفيش ادنى مشكله. ولكن هنظهر الخطوط دي تاني عشان نبدا نفهم. شايفين المنظر؟ طبعا يعني الموضوع ما يتفهمش بصراحه من كتر لخبطه الخطوط، ولكن المقصد في النهايه خالص هو ده اللي انا عايز اوصله، يعني ان الارتفاع في السايد فيو هو نفس الارتفاع في الاليفيشن، ان الطول في البلان هو نفس الطول في الاليفيشن، ان العرض في البلان هو نفس العرض في السايد فيو، ان موقع اي حاجه من دولت لو خدت لها اسقاط على افقي هتلاقيها موجوده. اي اسقاط افقي في السايد فيو هتلاقيه موجود في الاليفيشن، اي اسقاط راسي على الزاويه 45 هتلاقيه موجود باسقاط افقي على البلان. بشكر حضراتكم وبسالكم الدعاء، واي حاجه محتاجينها ابعتوا لي على الواتس. وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.